إنه اليوم الثالث من المعسكر، يجب وضع التشكيلة للمنتخب بكل دقة، ويبدون مفعمين بالحيوية. إيسوغي، من وجهة نظرك كمدرب عليك مراقبة اللاعبين والتفكير بالتشكيلة الأساسية الأنسب. سأفعل ذلك. حسناً، توقفوا عن الركض والآن لنبدأ التقسيمة الفنية. حسناً. لا شك أن هذا الفريق يضم أفضل اللاعبين، ولكن ينقصه شيء ما. بالطبع ينقصه تسوباسا. أجل، بانضمام تسوباسا الهداف وبمهاراته في صنع اللعب سنمتلك فريقاً لا يقهر. ولكن تسوباسا حالياً في فترة تعافي بالمنزل، ترى أسيتمكن من الالتحاق بجولة أوروبا؟ مقطع من إيشيزاكي. تسوباسا، نحن على وشك خوض تقسيمة فنية، لا نطيق الانتظار لرؤيتك. تسوباسا، أسرع وانضم إلينا، أنا والكابتن هيوغا في انتظارك. تسوباسا، لديك العديد من الأصدقاء الرائعين. أجل، بعد هذا المعسكر سيبدأون جولة أوروبا، أنا أيضاً أريد المشاركة. إذا استطعت الذهاب ربما أرى ميساكي وواكابياشي. هؤلاء أصدقائي منذ المدرسة الابتدائية. مرحباً تسوباسا. أصدقائي، جئنا لزيارتك. تسوباسا، ألا تريد العودة لركل الكرة بأسرع وقت؟ كيف حال إصابتك؟ أنا أشعر بتحسن كبير مؤخراً. رغم أن تلك مباراة شهدت عنفاً غير مسبوق، ولكن جسد تسوباسا تمكن من التحمل. جيد أن العظام والأوتار بخير. بالطبع، لولا والدي لما كنت قويا، الفضل له. أيها المدرب، لقد وضعت التشكيلة الأساسية من وجهة نظري. باتباع هذه التشكيلة سنملك أسلحة في جميع الخطوط. إذا انضم جينزو الموجود في ألمانيا سيحصن خط الدفاع بلا شك. تتحدث عن واكابياشي؟ لكن هذا مرتبط بتعافي الكابتن تسوباسا من إصابته. خصمنا هو فريق طلاب الصف الثانوي لمدرسة ميهارا المشهورة. لنفعلها. حسنا. ولنبذل جهدنا في المباراة. هيا بنا. هيا. جيد، بدأت الآن المباراة الأولى لمنتخب اليابان. كما توقعت، طلاب المرحلة الثانوية يسيطرون. نعم، خط الوسط لديهم محكم تماما، لهذا لا تصل الكرة إلى لاعبنا الأبرز هيوغا. لن نفوز هكذا. ابقى هادئا يا هيوغا، يجب أن تبقى في مركزك هيوغا. أنا صانع ألعاب مباراة اليوم. هيوغا، أعتمد عليك. إبعاد رائع. ماتسوياما، هجمة مرتدة، عودوا. من أجل اكتشاف طموحي الجديد لأصبح المهاجم الأبرز بمنتخب اليابان للناشئين، هي تسديدة النمر الساحقة. إيشيزاكي، لقد فزنا تسوباسا. أنتم مذهلون. إنه الفوز الأول لمنتخب الناشئين بثلاثة لهدف. اليوم الكابتن هيوغا هو من سجل جميع الأهداف. أحرز هاتريك. إذن ما زال الأفضل. تسوباسا، إذا كنت تستطيع السير فتعال وشاهدنا. نعم، سوف آتي. إذن كما توقعت إيسوغي، ترك ماتسوياما للوسط جعله يحافظ على واجباته الدفاعية باستبسال. نعم، فقوته القابضة وشخصيته القوية مناسبتان للدفاع أكثر. هاي يا رفاق. هاي تسوباسا. تسوباسا، هل قدمك بخير؟ أجل، وصل الفريق المنافس. فريق أكاديمية توهو؟ مباراة مع أكاديمية توهو؟ يبدو أن اللاعبين غدوا أكثر توترا. إذا لم نظهر بأداء جيد أمام فريق قوي فلن نفوز أبدا. سنضعها في المرمى. هيا، تصد رائع وكاشيمازو. هذه لي. أحسنت إيشيزاكي، قاطع الكرات إيشيزاكي. كاشيمازو عرينة، واستبسل جيتو في دفاعه أيضا. سيطر المنافس على الأداء في وسط الميدان اليوم أيضا. كابتن تسوباسا، لم يكن هذا ليحدث مع المنتخب لو كنت موجودا على أرض الملعب الآن. وأنت أيضا كابتن ميسوغي، لو كنت في هذا الميدان، لو كنت معهم. نحن الأقوى ولن نهزم. يا رفاق، لنبدأ الهجوم. هيا لنعد بناء الهجمة. إليك. بالدقيقة 18 من الشوط الثاني، وبلعبة مشتركة مع هيوغا، أدرك ماتسوياما التعادل لفريقه. أنا واثق بأن هذا الفريق سيعتلي قمة العالم. يا رفاق، لم يبقى غير دقيقة واحدة، تشبثوا بأمل النصر.
حسناً حسناً هيا مررها لي. حسناً هيا. تمريرة متداخلة من سوادة إلى هيوغا. تسديدة النمر الساحقة. تسديدة قوية. رائع، لقد حسمها. لا، ما هذا؟ أحسنت. انتهت المباراة. عمل رائع يا شباب المنتخب الوطني. أهلا بعودتك. لقد طلب من الجميع ارتداء أي رقم يحلو لهم، لكن الجميع قد فضلوا أن يتركوا الطقم رقم 10. نرى جميعنا أن رقم 10 للمنتخب لابد أن يكون لتسوباسا. أجل، هذا صحيح. في النهاية هذا الرقم 10 لا يليق بأحد سواك. يا رفاق. هناك شيء؟ ما الخطب؟ ازداد حماسي أكثر للمشاركة في جولة أوروبا.